ننتقل للرواية التالية نسمع. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. نعم، بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي البصري، لقبه عالم ثقة ثبت، مات سنة 23 و200. حماد هو حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 79 و100 وله 81. أيوب هو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار فقهاء العباد، مات سنة 31 و100 وله 65. نافع وابن عمر سبق. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة؟ واحد في رواية التابعة نعم فيه رواية التابعي عن التابعي حيث أيوب روى أو رأى أنس. اثنين نصف الإسناد بصري والنصف الآخر مدني. نعم، نصف الإسناد بصري والنصف الثاني مدني.